السلام عليكم. اليوم شويه نادي الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم لاجينواز. لاجينواز اللي مختلفه على الجينواز اللي انا مقدمه لكم في القناه. فايت ليا مقدمه لكم، غادي نحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، وهي مختلفه عليها كل وحده والمقادير ديالها. ان شاء الله غادي نحتاجوا في هذه المقادير. هذه عندنا هنايا واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 4 ديال البيضات، يعني مفرقهم 4 ديال الصفار البيض و 4 ديال بياض البيض. عندي هنايا واحد الكاس عامر ديال العنبه، غادي نزيدو عليه واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض، هو هذا اللي دابا درتو، يعني العبار ديال كاس عنبه. هنا عندي 4 الكاس ديال الماء دافي، وعندي رشه ملح، وكذلك عندي خنيشه ديال الفاني، وعندي هنايا واحد المعلقه عامره صغيره ديال الخميره الكيماويه، يعني ولا جوج معالق صغار ما عامرينش. هنايا غادي نبداو ان شاء الله الطريقه. اول حاجه غادي نبدا بها لانني خصني نطرب جوج ديال القياسات، غادي ناخذ هذا البيض الاول، بياض البيض نطربو ونديرو على جنب، غادي ندير فيه رشه الملح دائمه. هنا غادي نبدا كنطرب. دابا غادي نطرب بياض البيض كيف كتشوفوا، هو الاول حيت لان الطراب الا قصوه بالصفر ديال البيض ما غاديش يطلع لكم البيض. كنسبقوا البيض هو الاول ونخليوه على جنب، كنديروا له رشه ديال الملح صافي. دابا هنايا هانتوما شفتوا كيفاش كيطلع دغيا، غادي يولي لي بحال الثلج، هانتوما بحال الثلج كيولي. كنبقاو طربوا تقريبا واحد الدقيقه كاع حتى الدقيقه ونص كيولي هكذا صافي، وديك الساعات غادي نكملوا الطريقه ديالنا. هانتوما ولا تلجي. هنا غادي ناخذ صفار البيض، وغادي نضيف عليه السكر سنيده، وغادي ندير عليه خنيشه ديال الفاني، وغادي نخدم هذا الشيء. حتى كيبيض لنا الوجه ديالو. صافي هنا فاش كنخدموه مزيان حتى كتشوفوا على هذه الطريقه، هذه هانتوما كيخفف قدامكم. هنا غادي نضيف له 4 كاس ديال الماء دافي، وكذلك نطربوا. هنا غادي نضيف دقيق، وغادي نضيف كذلك جوج معلقات هانتوما شتو، معلقه صغيره كاع التاليه صغيره، تقريبا غادي تكون عندها 11 غرام، وغادي نطربو هادشي. هنا ما نحتاجوش طراب البنات، نحاولوا نخدمو غير بسباتولا هكذا. قلت لكم الدقيق كاس عنبه، وزيدوا عليه واحد جوج معالق ديال الدقيق ديال الفورس كبار. كان
نحصلوا على هذا العجين هكا نتمشى. هنا في هذه اللحظه اللي كنكونوا حنايا كنخدموا هاد العناصر هذه، حنا غادي نكونوا موجدين الفران سخون اللي غادي يكون على درجه الحراره 200، وغادي ننزلوه شويه على 180، وغادي ندخلوا هذا الكيك ديالنا الاسفنجيه اللي هي الجينواز ديال لي طارت، وغادي نخليوها طيب. ولكن واحد الحاجه سريه اللي غادي نديروها معها، اننا غادي نديرو حداها واحد الزليفه ديال الماء اللي غادي تكون كتدخل معها الفران، باش كتحاول كتحافظ عليها وما كتخليهاش تحرق وكتخليها تطلع مزيان. هي اللي غادي نوريكم دابا، اي زلافه اللي كتدخل الفران، ماشي ديروا اي زلافه اللي تمشي ترتق لكم. عندي فايت ليا نزله لكم جينواز ديال تاهي مايزينا، دابا ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا الاسبوع هذا جينواز تاهي بالمايزينا بالحجم الكبير. دابا هنايا غادي نقبض، بعد ما كملت غادي ناخذ المول ديالي، اي مول نتوما اختاريتوه. انا عندي هذا المول هذا مدور دائري، بغيتو مربع، بغيتو القلب، بغيتو كلشي. المهم هكا كنخوي هاد العجين ديالي ولا الخليط. لا جينواز راه البنات ما كديرش فيها لا يدام لا زيت لا زبده، لان كاينين بزاف ديال الاخوات ولا البنات اللي كيقول لي اختي ما درتيش الزيت، لان لا جينواز كاينين اللي كيديروهم ولكن كيجيو بحال لي كيك. هي تتجي هذه خفيفه، ديروا تحت منها الكاكيط الزبده من الاحسن، ولا دهنوها مزيان. صافي دابا ها هي لا جينواز ديالنا، غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180، من بعد غادي تطيب ليا تقريبا واحد نص ساعه، هي ما كتديش الوقت بزاف، وغادي نخرجها ونتلاقاو من بعد. هذه هي الزليفه ديال الماء اللي غادي نديرها في الجنب، حيت غادي نحطها فوق الشبكه في هذا القنيت حداها باش تحافظ عليها. صافي هنايا لا جينواز ديالنا دات لنا واحد 30 حتى 35 دقيقه تقريبا، ماشي على الاقل 30 دقيقه على درجه 175 حتى 180. صافي هنايا بعد ما كتجي هذا اللون هذا نحلها، راه بردات شي شويه، خليتها بردات. ها نتوما كتشوفوا كيجي السمك ديالها وكتجي اسفنجيه. دابا انا غادي نحاول انني نزول هاد هذا كيحاول على الكيك من الاحسن. ها نتوما هنايا كيف كتشوفوها كتجي، وهو دا السمك ديالها. وانتوما لا بغيتو ديروها في مول صغير يمكن لا تجيكم عاليه، هذا راه المول ديال 26 سنتيم. صافي دابا هذه هي الجينواز ديالنا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي على هذا الشكل هكا. ها نتوما شفتوا السمك كتجي رائعه وكتجي اسفنجيه. ها نتوما وراني كي قلت لكم غادي نحط لكم في الرابط، هذه غادي نصوب بها واحد لاطارت اللي غادي تكون ديال عبد الصمد، اللي غادي تكون تشوفوها لاحقا من مرة على هذا لا فيديو. هادي هاد الرابط الجينواز غادي نخليها بوحدها باش دائما تشوفوها. دابا غادي نقطعها على جوج باش غادي تشوفوهم بعد ما هي دي. دابا راه هذه بردات وغادي نقطعها لكم دابا مزيان على جوج باش غادي نصوبوا بها الطرصه اللي غادي نقدمها لكم في لا فيديو الثاني. هنايا دابا كي قلت لكم لا جينواز غادي نقبطوها، غادي نقسموها على جوج، بغيتو على وحده ديروها، بغيتو على جوج ديروها. انا هنايا غادي نقسمها على جوج، غادي تحاولوا انكم تمشيو على هذا الشكل هكا. Thank you.
الثاني كذلك كنخليو ما بين وحده وحده سنتيم. هذا راه درس ديال لاجينواز. هنايا غادي ناخذ الخيط، اي خيط ديال المطبخ ولا ديال اللي كنخيطوا به، وغادي تقبطوا وغادي نبقاو كنديروا ديك الطريقه ديال هكا كندبحوا وهي كتقطع لينا الكيكه. صافي هذه الطبقه الاولى، هانتوما شفتوا هذه دابا الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثانيه دائما كيخصنا نكاليو الكيك بكرشنا باش ما كتهربش لانها كتهرب. صافي هذه الطبقه يعني الثالثه ولا ها هنا حنا كنحصلوا على ثلاثه ديال الطراف اللي كيكونوا هكذا متساويين. هانتوما كيف كتشوفوا. كنتمنى هذا لا فيديو هذا تعجبكم وتجربوا هذه الطريقه هذه، وشكرا لكم على المتابعه، وانتظروني ان شاء الله في الحلوه اللي غادي نقدم لعبد الصمد اللي غادي تكون مفاجاه لكم مبسطه، يعني ما فيهاش قوت المشاكل اللي غادي تعذبكم باش تطوبوا لوليداتكم وتفرحوهم انتما. يلا انتظروا الفيديو الثاني اللي غادي نلتحقوا به، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.